اهلا وسهلا بكم الناس الكل على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. الاتحاد الرياضي المنصير تاهل البارح للدور الثاني لمسابقه الشامبيونز ليغ الافريقيه بعد الانتصار على فريق لاسبسيا تشادي في مباراه اياب الدور التمهيدي الاول بنتيجه هدفين مقابل صفر. مباراه دارت البارح في ملعب حمد العاقر ببيرادس والاتحاد فاز بهدفين مقابل صفر اهداف اياد الحاج خليفه في دقيقه 28 ومحمود غربال في دقيقه 90+3. الاتحاد الرياضي المنصيري سيواجه فريق مولدية العاصمة الجزائري في الدورة القادم من كأس رابطة الأبطال الإفريقية. مدرب الاتحاد الرياضي المنصيري محمد السهلي كان حكى البارح بعد التأهل على مواجهة فريق مولدية العاصمة الجزائري. المساج كان واضح للجوائر أن نشوف الماتش بالماتش كان ميسي مشتركة مشاهدة عن شعر الفرنسا من العيد وزادة غديكة كانت كما قولوا أنه يعمل السوام في فرنسا عن أخي سعيد من الباكونس ويكون على ذلك متأخر وصول أو عنده 3-4 أيام مش يعمل البريباراسيون عادية يعني في معتي الأولانيين يكون يخدم واحد مع البريباراتير وبعد شوية شوية ندخلوا في الجول إن شاء الله. السؤال الثاني عن الأوبجيكتيف نتاع الاتحاد بصراحة خمسة سنين خانين نشكر فيه اللعيبة السابقة والمدربين اللي داروا على تدريب الاتحاد المنصري خمسة سنين آخر اللي خلانين نعزوا الاتحاد للتطور الرياضي مشاهد القدام. أولا خدامة كان في خارج الكرة التونسية قامي أحسن فرق من الفرق اللي تأهلت البارح للدورة القادم في كأس رابطة الأبطال الإفريقية. جورما هي الكيني، الهلال السوداني، الديوان البوركيني، وأمبابان سوالوز من سواتيني، مينياما الكونغولي، سمارتكس من الغانا، كذلك لايس كارا من التوغو، سان بيدرو الإيفواري، ميلو الغيني، شباب بلوزداد الجزائري، والجيش الملكي المغربي. نذكر أنه في كأس الكاف الملعب التونسي كان تأهل الدور القادم بعد الانتصار في مباراة الإياب 4-0 على فريق جاموس جوبا من جنوب السودان، والملعب التونسي يواجه فريق اتحاد العاصمة الجزائري. بالحظ والتوفيق للفرق التونسية في المسابقة القارية. مجموعة من المقابلات الودية البارح للنوادي التونسية استعداد لانطلاق الموسم. النادي القربي والنادي الافريقي وتعادل 1-1. آدم الأشهب للنادي القربي ورم البدوي كان سجل للنادي الافريقي. شباب العمران فاز على الأولمبي البيجي 2-0 ثنائية لياسين الصالحي. نادي رياضي الصفاقسي فاز على نادي محيط قرقنة بنتيجة 2-0 أهداف محمد أمين الحبوبي وكوفي كوامي. والملعب الافريقي لمنزل بورقيبة فاز على جمعية أريانا هدف مقابل صفر. ذكر يوم السبت الترجي كان فاز وديا على فريق مستقبل سليمان بنتيجة 2-0 هدف يانساس ويوسف العبدلي. والنجم الرياضي السهلي كان فاز في مباراة ودية يوم السبت على فريق الترجي الرياضي الجرجيسي بنتيجة 3-0 هدف فادي بنشوق، محمد أمين تريتر، وصلاح الدين الخدامسي. والنجم الرياضي السهلي أعلن عبر صفحته الرسمية عن إمضاء عقود 3 ملاعبية عقود احتراف. نحكي على محمد حسين 20 سنة، ياسين بن عبد الله 18 سنة، وياسين صابر 19 سنة، كلهم أبناء مركز تكوين شبن. في فريق نادي حمام لنف تعلن الهيئة التسييرية للفريق عن تعيين المدرب القدير سيد عبد العزيز الدلاجي مشرفا عاما على الأصناف الشابة. في
السباحة، البطولة العربية للسباحة المقامة حاليا بمصر. برافو لولادنا رامي الرحموني وجميلة بولكباش. السباح رامي الرحموني حقق البارح زوز ميداليات ذهبية في سباق 200 متر سباحة حرة بتوقيت عربي جديد، تيكا 52 ثانية و 56 جزء بالمئة، وميدالية ذهبية في سباق 800 متر سباحة حرة. السباحة البطلة جميلة بولكباش كذلك حققت البارح زوز ميداليات ذهبية، ذهبية في سباق 200 متر سباحة حرة مع تحقيق رقم عربي جديد، وذهبية في سباق 800 متر سباحة حرة، هذا بالإضافة إلى زوز ميداليات ذهبية لسباق تتابع للسيدات، هذا بالإضافة لميدالية برونزية لأماني سويدي في سباق 200 متر سباحة حرة، وميدالية برونزية ليوسف فتحلة سباق 50 متر سباحة على الصدر، وميدالية برونزية لعزة بالحاج برايك سباق 50 متر على الصدر. برافو لولادنا، المجموعة 6 ميداليات ذهبية، ميدالية فضية و3 ميداليات برونزية. جولة في البطولات الأوروبية في البريمير ليج الأنجليزية، البارح ليفربول فاز لبرانتفورد 2-0، ومحمد صلاح هدف في هذه المباراة، كان سجل الهدف الثاني. تشيلسي يقصو على ولفرهامبتون، فاز 6-2 من هاتريك لمادويكي. هذا بالنسبة للبريمير ليج الأنجليزية. في ليغا الإسبانية ريال مدريد كان فاز على بلد الوليد 3-0. أندريك أصغر لاعب محترف كان سجل في دقيقة 90 الهدف الثالث في عمر 18 سنة في ريال مدريد. ليغانيس فاز على لاس بالماس 2-0. ديبورتيفو ألافيس تعادل مع ريال بيتيس 0-0، وأتليتيكو مدريد فاز على جيرونا 3-0. في الكالتشو الإيطالي على أرضية ميدانو ينهزم البارح أمام إمبولي، نحكي على روما، إمبولي فاز مباراة 2-0. نابولي دون صعوبة فاز على بولونيا 3-0. تورينو فاز على تالانتا 2-0، وفيرونتينا يتعادل مع فينيزيا 0-0. هكا نكملوا فلاش سبور، متابعة طيبة للجميع على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، إلى اللقاء. إشهار. الضوء حاجة ضرورية، طاقة